اللي عم بيتابعونا بحلقة جديدة من اكسترا فاكتور، اسبوعيا عم كون معكم من على خشبة الاكس فاكتور وعم نسمع سوا اخر كلمة من المشترك اللي عم بيغادرنا. والليلة استثنائيا في مشتركين عم بيغادروا المنافسة، منتصر بالله وحسام ترشيشة. مشاهدينا كل اسبوع عم بيكون اصعب من اسبوع، خاصة انه المشتركين الليلة عم بيودعوا اثنين من رفقاتهم، بس اكيد بالنهاية ها قوانين البرنامج، في شخص واحد رح يفوز بلقب الاكس فاكتور. انا بدي اعرف واسمع شو هي كلمة حسام ومنتصر قبل ما يغادروا هالبرنامج. ها اخر فرصة لكم شباب لتحكوا. منتصر وحسام بدي اياكم حدي، اكيد رح يكون عندكم فرصة تودعوا رفقاتكم بالاكسترا روم. حسام دموع ولحظات مؤثرة أكيد بين المشتركين. منتصر أنت معي؟ بعرف إلك فترة طويلة غبت عن أهلك وبلدك، قديه محمس هلأ بالرجعة، خاصة أنه في حياة جديدة ناطرتك بس ترجع. أكيد متحمس، يعني أهم شيء بنام سريري بعد. مشتاق لهم، يعني أهلي هناك ما قصروا، يا صوتوا لي دعموني لهالمرحلة، فأنا أشكرهم يعني وأقول لهم تشوفوني إن شاء الله في عمان. ميرسي منتصر. حسام شعبيتك ببعلبك هلأ عم بتزيد وراجع مع فانز وقعدة شعبية مهمة كتير، كيف رح تكون رجعتك على الضيعة؟ خبرني. أول شيء بدي أقول عن الشباب، حصرة بقلبي إني فل وأتركهم لأني بحبهم. بالنسبة للفن، هلأ بلشت حياتنا الفنية، بالعكس إكس فاكتور عطانا بوش لقدام، وإن شاء الله يا رب يكون عالم حبتنا ونحن ما رح ننساكم. وبشكر كل شخص صوت لي، واللي ما كان معه يصوت لي معنا شيء وعراسي من فوق، مهم يحب صوتي بس. ونحن ما رح ننساكم منتصر وحسام، واكيد مثل ما حضرتك قلت هلا مسيرتكم ومشواركم بلش، رح اترككم مع اصحابكم بس اكيد رح ارجع اشوفكم بالاكسترا روم. لجنة التحكيم مساء الخير. مساء النور. وائل، الليله خسرت شخصين من فريقك وبقى معك ادهم للنهائيات، كنت مراهن على منتصر وحسام حدا منهم يبقى معك للفينال؟ يعني انا برايي عين وصابتهم للشباب، بس لو لحقوا زراء فستانك وجمال فستانك ما كانت هالعين صابتهم، ولكن بدي اتمنى لهم بالفعل مشوار حلو ورايق وما يزعلوا. كلنا مرقنا بهالمراحل هيدي وفشلنا ونجحنا ونجحنا وفشلنا، ولكن اهم شيء الانسان يضل عنده ايمان بحاله، ايمان بموهبته، ويشتغل عليها وينميها، وبالنهايه كمان في حظ بالحياه، يعني ما فينا كثير نقول كل شيء اوكي يعني، فبتمنى لهم كمان الحظ الحلو. شكرا وائل، هول كلمات ما رح تنسوها بحياتكم حسام ومنتصر. هلا رح نتوقف مع بريك، من بعده رح ارجع على استوديو الاكسترا فاكتور. بدي اذكر كل المشاهدين اذا بتحبوا تتواصلوا مع لجنه التحكيم والمشتركين، ما عليكم الا انه ترسلوا اسمكم ورقم الموبايل على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي ظاهره قدامكم على الشاشه. بريك ومن بعده بنرجع انا واللجنه على استوديو الاكسترا فاكتور.